انتوا معاك وعليك انت. لا تقول طمطمة. اش اش انت بعد قالت شامبو شامبو خيرك اسكن الرهيب اسامي اقول لك أنت متأكد هذا رقم أبوك؟ مو برقم مرقص؟ إيه متأكد أنه رقم أبوي. إذا هذا الأبو الله يعين الولد. إنزين عطني رقم بيتكم. يا رجال العباس بص ودر عنك لاناني ذبحتني يا أخي الأب. السلام عليكم اختي. حرام عليك يا اخي من حرام ذبحتني حرام عليك تلعب بعمر حق ابويا يا ابو عمار العب مني مان تو مان شو تبين مني يعني الواحد ما يقدر يتابع المباراه في البيت يعني لازم اسير الشيشه تعال يبونك في التليفون منو شفت كم مره قلت لك يوس لا تسير السطوه تغازل الفلبينيات ما سمعت كلامي اشربها الحين يا بنت الناس انا ريال سيده ما اعرف هالسوالف من البيت لين السطوه العب لي دورين طنبوره في جمعيه الفنون الشعبيه ومن الجمعيه لين البيت وبس عيال شو يبون النيابه متصلين فيك ها النيابه سوتها كلوريا ودت رقمي للشرطه وينه وين مسود الوي هذا قبضوني اياها الشليتي هذا سود وهي قدام الناس انا بعنبر على سن ورمح اسالوا عني من محيصنا ثلاثه لين مردف وبيقولوا لكم عني على اخر ايامي يفضحني هالشليتي قبضوني يا انتو قبضوني ويا الثياب مالكم شمكي بس شاطر 24 ساعه تترقص شمكي شامك حسبي الله عليه وعليك ما حد خربك غير موسى لبناني وانتي بعد مسؤولة عن خرابه من يوم ما انولد عقيتي بيدين هالخدامة تربيه وانتي اللي هياته من سنتر لين سنتر ومن صالون لين صالون حش وقرط في خلق الله مع ام سليمان وام الدواهي ام السيد وشراقة عدال اللي يسمعك يقول عاد انت اللي كنت مجاب لنا 24 ساعة يا حليلة من هو صغير كان يقول لي ماما أبا ألعب ويا أبوي لو 5 دقايق ومن قال لك إني ما لعبت وياه هذا وجدامك يسألي منو اللي جاب لي سيديات الحرب والمسدسات والسكاكين وسرقة السيائير ومنو اللي جاب لي سيديات كول أوف ديوتي وقيم معاه لعبة الفايس سيتي 4 مرات ويوم أنا مو موجود ترى يلعب أونلاين مع ربعه من العصر لين الفجر يالس في البيت أحسن من التمشي مع الشليتية في الشعبية تراك بعدت عن الشليتية على قولتك اللي في الشعبية وسلمت بيدك للمجرمين اللي في الأونلاين
اللي يصنعون هالألعاب ويخزنونها في اللاوعي عند عيالنا وتظهر في المستقبل على شكل سلوكيات عنيفة. قول لي حضرة الضابط، ترى دايما يتهمني أنا أني أنتي ما حد غيرك، أنت المسؤول مو بأنا. لا أنت المسؤول ولا أنتي، اثنينكم المسؤولين. إيش قايل يعني اثنيننا المسؤولين؟ قول لي. تتذكر يوم أنا كنت صغير كنت أحب القراية والكتب صح؟ منو اللي كرهني فيها وسحبني صوب هالألعاب العنيفة؟ تتذكر يوم مان تو مان؟ وابوي خلص عني الرصاص. لو ريال تعالي مان تو مان سكين بسكين أنا براويك. أطعني يا أبو عنبر. أيوة زين، أخيرا طلعت الدم من رقبته، ذبحت 89 واحد من ربعك. أنت معروم عليك، تعال لا تجرد، تعال لو ريال واجهني وابوي يا بربعه. اشرد يا ابو عنبر، اشرد نص المريله. عمروه قوم ابوي الحق على ابوك، ترابين دق. تعال تيمحوا علي الشلاتي بيضربوني. تعال قوم ودر عنك هالكتاب الا 24 ساعه تقرا. تعال فازعني، تعال. ها يوت هالمقبض ودش ساعدني، ضارب معاي وايدين مارهم عليهم بروحي. انت خذ الرشاش وانا باخذ المسدس والسكينة. يلا كلهم عمرو حد لم اليمين وانا بسوي لك امين. ما نخش في الدرام وبعق عليه مسيل الدموع. اضربه يا عمرو، اطعنه بالسيف، اطعنه في بطنه مبورشه في بطنه. هيك يا اباك شرس عنيف قاتل مثل ابوك. كيلر عمبروه، يا عمبروه. نعم امي. تعال امي ركب الوايرات نبغى نشوف الفيديو. يا بنت الحلال خليه محتاج لنا الحين معاي يفازعني، تراني بندق بروحي. عمبروه تعال ركب الوايرات وعقب سير كمل ضربتك يا ابوك. سير ركب لها الوايرات، بالمره باخذ لي بريك بريح صبوعي قبل لا ينشد عضلي. بس ها لا تتأخر انزين. عتوقة خليني بنطالع فلونة، بتطلع فلونة الحين. كارهتك يا همون، خذي من قدامي، خليني اشغل فيلم رامبو واتعلم الضرب والبوكسات والطراقات الفتاكة من الحين. أنا أبا فلونة. وأنا قلت لك رامبو. فلونة. رامبو. لا فلونة ولا رامبو. عمرو ركب واير الفيديو، نبغى نشوف فيلم بروسلي. ما أخذتني من عند أم سليمان ولازم أرجع لها بسرعة اليوم. تراوح ليلة ما أخذتني إيجار ولازم ترد للمحل اليوم. أضربه كسره، طلع الدم من حلج هاتشيناوي. وين ساير عمرو؟ بصير أساعد الوالد، بضارب وجدل. لا ما ماتي، لا تصير عند أبوك، بيعلمك العنف والضرب والتجتيل. إيه لسيني شوف لك بروسلي أحسن لك ما ماتي. لسن تو مي يا فرخات، اوراق الامتحان قدامكم على الديسك يعني الترابيزه، وقدامكم 40 منت تحلوا الكويشن يعني الاسئله. ممنوع الغش منعا باتا، انا براقبكم 24 اورز فاهمين، يعني زي الرادار. يلا انكشحوا وحلوا وانا براقبكم. انا ايه براقبكم وفتح عيوني اهو. I did. I did.
عبيد يا ولد يا عبيد يا ولد السؤال الثاني يا عبيد بسرعة لا لا مو بزين الغش حرام من غشنا فليس منا يا ولد غششني دحين هردلك هي في امتحان الرياضة هغششك هوريك كيف تشوت الكورة فينجر على الطاير عبيد عبيد عبيدو عم برود غششة لا تراك تخاف منا واحنا لا ها انا ما اخاف الا من ربي لا عنبرو ولا غيره عبيدو لا تخليني اعصب تراني اذا عصبت امبوني قوم يلا قوم جيب مي ذا بيبر يلا وجيت اوت يلا روح بره جو تو ذا هيل يلا انا براويك انا براويك يا عبيدو ضيعت مستقبلي الحلوان ازير اشتغل بدون شهاده وين امبون ازير حمال في سوق السمج انا براويكم فيه عبيدو هذا ان ما دقدقت فيه تدقديق لا تسموني حنفي ولد حميد بس يرد من بيت خالته فابو ظبي وانا براويك وادخلوا خلي الموضوع علينا براه برش بالمسيل الدموع وانتوا اضربوه بالسيف انا ما عندي سيف عندي سشين مال مجراز هذا مال الاظافر ينفع ما عليك برو انا بعطيك سيف مال نينجا امس اشتريته من السوق الصيني ومعاه قب مال الكهرباء وبالشاطور بشق بطنه اشكم يا درم ومنو هذا اللي تبون تشقون بطنه انت بس تعال معانا وبس تضربه وتفقعه هتعرف مين هو وادخله ترك لها الضرابة علشان خاطرك انت ها شتمك وانت واحد من قروبنا ونحن ما نرضى عليك برو ايوه صحيح وحتى قال كمان مين عمبرو هذا يعني عمبرو حقكم هذا هيدقدق بتدقديق ها بيدقدق بتدقديق منو هذا وينو ها خبروني عنه الحين بصير له وبتفنى عند باب بيتهم تعال انا بوديك وادلك على بيت خلوده فابو ظبي انت بس عطى طراق واحد وخلي الباقي علي هي زرابه هذا بيتهم ومحدش يحايز اولك ما تخاف مني ها وليش اخاف منك انا ما اخاف الا من ربي اوكي براويك كيف تخاف مني الحين سواها صدق ولد الخاله وابوي استوت السلفه جد انا ما يخصني والله العظيم انا ما يخصني انا ما يخصني من الحين اقولكم انا ما يخصني تعودك تداري اضرب انا براويك ريال لا عمرك ريال عرفتوا الحين كيف انتوا المسؤولين انا اعترف بتقصيري وياك كان المفروض اني اربيك بيدي ما ودرك بين يديني بشكارة سامحني حبيبي فورجيف مي هاني انتي ربي عمرك الاول يلا عقيها اللبان من حلجك لاعق ضروسك يا ابو عنبر تراك انت مسؤول بشكل كبير للي وصل له ولدك عنبروه لازم تمنعه من ممارسة العاب الفيديو العنيفة لانها مثل ما قلت لك قبل تتخزن عنده في اللاوعي وتظهر على شكل سلوكيات عنيفة يمارسها في حياته بعدين هذا قدامك اسألك كم مرة جبت له سيديات سوبر ماريو لكن ما يلعب بهن الله يهديك يا ابو عنبر هذا عمره مال سوبر ماريو يجيب له العاب تناسب سنه لكن بعيد عن العنف والدم والقتل الو نعم الحمد لله زين الحمد لله خبرونا من المستشفى تو الحين ان الولد عبيد حالته مستقره وجروحه بسيطه وابوي شو هالخج اللي بغى يدعمني
أنا براوي، أنا براوي. عمرو انزل تعال سوق، الحق الدري والشولة هذا. انت أحسن عني في السواقة، تراك مقيم لعبة نيد فور سبيد 12 مرة. تعال سوق الحقة، حدله وأنا بعق عليه مسيل الدموع. آسف أبوي، ما أقدر، أنا بروحي توني طالع بكفالة. خلاص بسني، ليه متى بتشربوني وتأكلوني ألعاب وأفلام العنف؟ خلاص بسني عنف. سير ول، أنا بلحق بنفسي دري والشولة هذا. الحقة الحقة يا أبو عنبر، لا تودره، حد له من قدام، خلي أنزل له وفجر له راس بعصات بروسلي. الحقة الحقة، وقف 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 هالجانب، خايف الجابر يا إيلا، خلني أراوي شغل الله. وقف افتح الباب، كانك ريال افتح الباب. ابو عنبر ماشي الا تكسر الجامع، ماشي الا اعطيه بالكوع. اكسرها. ايه افتح الباب اقول لك. والله انك جريء، لاحقنا لين فريجنا وتبغى تضربنا. يا ريال سامحني، كنت مشبع عليك، حسبالي واحد من ربع. فرصه سعيده، سامحونا، مع السلامه شباب. يلا سبتوه خلينا نمشي. على وين يا طيب؟ هو دخول الحمام مثل خروجه؟ يا ريال قلنا لك اسفين، مشبه عليك، حسبالي ربيعي درويش قزو. ومن هي هاي اللي مركبينها معاك؟ هاي زوجتي سبتو. وشو يثبت لنا انها زوجتك؟ وين عقد الزواج مالكم؟ يمكن انت شايل وحده من بنات فريجنا. بنات هاي العيوز الدهريه سبتو صارت بنات. انا عيوز؟ عيوز امك. زين انا براوي، شباب انا مبحرمته وهو خاطبني من فريجكم، اضربوه اضربوه وانا وياكم. يا الله 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 يا ال